وزاره الفلاحه، ويهم يعني تعزيز المراقبه ديال المنتوجات الغذائيه خلال هذا الشهر رمضان الكريم. إذن وزارة الصحة خلال هذا الشهر رمضان الكريم كتقوم بمعية القطاعات الأخرى بالقيام بتدخلات على مستوى اللجان المحلية، على مستوى يعني الأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، بتكثيف التدخلات ديالها من أجل المراقبة الصحية، مراقبة السلامة ديال المنتوجات الغذائية إلى جانب المكتب ديال السلامة الغذائية، كذلك التحسيس ديال العاملين بالمحلات ديال تحضير المنتوجات الغذائية ديال تقديم المأكولات في هذا الشهر ب يعني المعايير ديال السلامة الصحية، كذلك القيام بالمراقبة الصحية لهاد العاملين لتجنب انتقال بعض الأمراض المعدية، ثم مراقبة التسممات خاصة التسممات الجماعية الغذائية اللي كتقدر تكون مرتفعة خلال هذا الشهر على غرار فصل الصيف مثلا. ثم هناك عمل اللي غنقوموا به هذه السنة بشكل مكثف، ألا وهو التحسيس حول يعني الصيام في هذا الشهر ومدى ارتباطه بصحة المواطن. شكون اللي ما خصهمش يصوموا يعني بعض الامراض ديال القلب والشرايين، داء السكري على سبيل المثال، وشكون اللي خصهم يصوموا ياخذوا مجموعه الاحتياطات في الغداء ديالهم، في الانشطه الرياضيه اللي كيبغوا يقوموا بها كذلك، ثم كذلك نصائح المراه الحامل لصيام الاطفال، المراه المرضعه، وكل ما يتعلق بالانماط السليمه للحياه والعيش خلال هذا الشهر. خصوصا استاذ التدابير ديال الوزاره حول يعني حاله ديال الاستعداد على مستوى المستشفيات مثلا، هل هناك هل هذه السنه بطبيعه الحال لان المستشفيات تستقبل خلال هذا الشهر مجموعه ديال الحالات مرتبطه بالامراض مرتبطه بالهضم او بالامساك او كذلك بالامراض المزمنه اللي ممكن توقع خاصه في داء السكري، امراض القلب والشرايين، ثم كذلك المساله اللي قلت ديال التسممات، هنا غيكون عندنا واحد سجل ديال المراقبه في جميع المستشفيات باش يمكن نتبعوا هاد الحالات ونشوفوا مدى اختلافها عن باقي الاشهر لاتخاذ الاجراءات الضروريه في حينها، او بالنسبه للسنوات المقبله شنو الاجراءات اللي خصنا ناخذوا انطلاقا من التجربه ديال هذه السنه.